أعرب محمد صلاح نجم هجوم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني عن سعادته بالفوز بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي لأفضل لاعب في إفريقيا وأمنياته بأنه يفوز بها خلال السنوات القادمة إن شاء الله. صلاح قال إن الهدف اللي أحرزه وتأهلت به مصر لتصفيات كأس العالم هو أهم الأهداف اللي أحرزها. أشار نجم المنتخب الوطني إنه خلال الفترة المقبلة هيواجه الكثير من التحديات من خلال المباريات اللي هيخوضها مع فريقه بالدوري الإنجليزي أو مبارياته مع المنتخب الوطني. وجه صلاح الشكر للجماهير المصرية على دعمها ليه طول الوقت وأهدى جائزته للاعبي المنتخب الوطني وزملائه في فريق ليفربول. وطبعا صلاح كان نجح امبارح في اقتناص جائزة هيئة الإذاعة البريطانية لأفضل لاعب في إفريقيا عقب تغلبه على عدد من نجوم الكرة الإفريقية، وبكده يكون صلاح ثالث لاعب مصري بيفوز بالجائزة بعد محمد بركات اللي حصل عليها سنة 2005 ومحمد أبو تريكة اللي حصل عليها برضو في 2008. طبعا ده كانت ليلة سعيدة جدا امبارح على كل الناس الحقيقة. معنا الأستاذ كرم كردي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم واللي كان موجود الحقيقة مع النجم محمد صلاح امبارح بعد إعلان حصوله على الجائزة. أهلا بيك يا أستاذ كرم. أهلا بيك يا فندم. صباح الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. ألف مبروك. ألف مليون مبروك. ومبروك لمصر كلها. إحنا بنبارك كلنا البعض امبارح مش لصلاح بس والله. دي حقيقة. إحنا عايزين نعرف فندم. دايما كده. اتفضل يا فندم. كنا عايزين نعرف بقى صلاح في أعقاب إعلان النتيجة كان إيه رد فعله؟ وإحنا شفنا عدد من اللقاءات التلفزيونية معاه، ده كان الرسمي اللي قدام الكاميرات، عدا كده كان إيه الوضع عاملة إزاي؟ يعني الحقيقة هو صلاح طبعا كان سعيد جدا جدا، وهي حاجة تفرح أي لاعب، وده يعني هو بس يعني صلاح من النوع اللي يعني طموح، وده طموح مشروع لأي حد. هو شايف طبعا ان دي بدايه، وان لسه قدامه طريق طويل، لسه قدامه ان هو ياخد احسن لاعب في افريقيا بالنسبه لاستفتاء الكاف اللي في 4 يناير، الاحتفال بتاعه يكون 4 يناير في اقرب باذن الله، وباذن الله يفوز بيها، لان يعني الوضع الطبيعي هو اكتر واحد يستحقها، لان اللي عمله السنه دي السيزون بتاع 2016 2017 لغاية دلوقتي أنا أعتقد إنه فيش لاعب أفريقي عمل قد اللي صلاح عمله. في نفس الوقت بقى هو رايح كأس العالم، كأس العالم دي طبعا يعني أمل كل لاعب في العالم إن هو يلعب في نهائيات كأس العالم، فرصة كبيرة بالنسبة له. أعتقد إن بإذن الله إنه ربنا يوفقه، وإيه المانع إن صلاح ياخد أحسن لاعب في العالم كمان؟ يعني والله احنا يعني مش بعيد على ربنا، وطبعا هو الراجل مجتهد الحقيقه، مش بعيده يعني. دلوقتي حتى اسمه بيقترن بعظماء الكره في العالم يا استاذ كارم. مفيش كلام يعني ان انت تبقى هداف الدوري الانجليزي بعد 15 اسبوع ل 16 اسبوع، ده شيء مش عادي، ان يعني في اول سنه ليه في الدوري الانجليزي حاجه تفرح، وحاجه يعني بلا شك ان هي الواحد فخور بيها، وفخور بان واحد مصري من ولادنا ان هو يبقى في المكانه اللي فيها صلاح دلوقتي. طبعا هو صلاح بيكون دلوقتي حديث كتير جدا من مواقع التواصل الاجتماعي او حتى الصحف العالميه، ومنها طبعا الصحف الرياضيه الكبيره. طبعا الكلام عن ترك صلاح لليفربول والانتقال لاحد انديه الدوري الاسباني. الكلام ده لا، حضرتك ما اتكلمتش معاه فيه خالص. لا مش وارد عنه. مش موجود. لا مش موجود. لا هو شايف ان هو لسه يعني لازم يقعد في ليفربول شويه اكتر من كده طبعا.